كنخدموا واحد الوقت ولينا نخدموا تاع الخمام هذاك كي تكون رايح ديبلاسي باش تشوف الكليب تاعك تاع تودع يما تهلا في روحك. بدل ان يكون الشغف نواه للحماس والاستمتاع واضح انعكاسا للشغب والبلايا، قامت بإلقاء المقذوفات على عوامل الأمن هذه من منطقة الفيراج. كل سنة في حادث نخسر فيه شخص وذلك هو اللي صار. 8 أيام كوما بين حياة وموت وواحد ما كان داير في باله بلي نحنايش. شغف الملاعب على الجزيرة الوثائقية.